خلينا ناخد اتصال ونشوف ونسأل الحاجة فاطمة من دمنهور. حاجة فاطمة، السؤال الأهم، السيسي والبرلمان لماذا يسرع في إنهاء هذه القوانين وسنها خلال 70 دقيقة؟ والله حضرتك يا أستاذ حسام، أصلا ما فيش دولة أصلا، دي دولة بزرامية عايشة في مية البطيخ، والمال السايب بيعلم السرقة. يعني بيت المال الظالم، مصر اللي قد الدنيا خلاها ما حصلتش شبه دولة، دولة المؤسسات. فين البرلمان بيشرع ويقن عقل وسرقة ونار والشعب وسلب الشعب؟ وكل قضاء قدر وقدر المصريين لازم على ضمير، وبيتاجر بدم المصريين وبيتاجر بالبلد. واعلام الكذب والتضليل والنصب ده دي حال البلد. فين البلد؟ ما فيش بلد، البلد بتضيع، الشعب ساكت. نعم، ضربه في مقتل بضربه الميه دي. شكرا ليك يا حاج فاطمه، شكرا ليك، وصلت الرساله.